مشاهدينا ننتقل إلى البيت الأبيض وكلمة مباشرة من هناك. Resources and capabilities to protect our national security interests in the Indo-Pacific. I would add to your more specifically to your second question. لا يوجد سبب للتوتر في مضيق تايوان أن يصل إلى مواجهة أبدا. لا شيء تغير بشأن سياسة الصين واحدة، ولا شيء تغير بشأن عدم استقلال تايوان. إذن لا توجد أي تغييرات من جانبنا، ولا أرى أي سبب للعنف. ماذا عن زيارة ماكرون للصين؟ ما هو رأيك في هذه الزيارة؟ هل تتمنى له الحظ أو أن ذلك يسبب استياء الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا بالنسبة لتعليقات الرئيس ماكرون، فنحن واثقون في العلاقات الثنائية بيننا وبين فرنسا، ولا يوجد أي شك لدينا في قوة هذه العلاقة الثنائية. طبعا فرنسا قد أجرت عمليات تدريب وعمليات دعم في منطقة الاندو باسيفيك أو منطقة المحيط الهادئ والهندي. إذن هذا التحالف وشبكة التحالف والشركات بيننا وبين العديد من الدول هي من أجل ضمان الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادئ والهندي. ماذا عن تسريب الوثائق السرية؟ متى كانت آخر مرة؟ تم تحديث البروتوكول الخاص بتقديم ضمانات أمنية في الحكومة، وهل يعتقد الرئيس أن هناك حاجة لمراجعة كل ذلك؟ وزارة الدفاع بدأت بالفعل بمراجعة التوزيعات، والبنتاغون أيضا. من الأفضل أن تسمعوا من تصريحات البنتاغون في الأيام القادمة. لا أعرف بشأن البروتوكول ومن حصل على ضمانات أو طبعا تصريحات أمنية ومن لم يحصل. هناك جهد مضني من أجل ضمان هذه التصريحات الأمنية، ولكنها قد تستغرق وقتا طويلا. الموافقات الأمنية طبعا تمر بعدة إجراءات وخطوات، ولكن أعتقد أنه بالإجابة على سؤالك علينا أن نتوخى الحذر الآن. هذا ما هو مطلوب، فإن أي مضاربات أو تخمينات بشأن الطرف الذي قام بالتسريب أو الدوافع وراء التسريب لهذه الوثائق والمستندات ليس في صالح أي أحد، بل علينا أن نتبع خطوات رسمية وإجراءات فعلية. أقول لا نعرف. أنت تحاولين الحديث عن إصلاح الضرر أو الحلول. أفهم موقفك وأفهم وجهة نظرك، ولكن علينا أن ننتهي في البداية من عملية التحقيق والاستخبارات من أجل أن نعرف الأطراف. ووزارة الدفاع بالفعل تراجع الآن كل التوزيعات وتحاول أن ترى ما إن كان هناك تغييرات مطلوبة، والبنتاغون على قدم وساق الآن، وبالتالي لقد قاموا بسحب أغلب الوثائق، ولكن علينا أن نعرف كل الحقائق حتى نفهم ما يحدث قبل أن نتحدث عن أي خطوات أخرى. هل تعرف عدد من اطلعوا على هذه الوثائق والمستندات؟ مئات الآلاف؟ لا أعرف شيئا عن العدد، وزارة الدفاع هي التي تعرف. ماذا عن التسريبات السابقة؟ هل على الشعب الأمريكي أن يشعر الآن أن الإدارة الأمريكية فقدت سيطرتها وأصبحت ضعيفة أمام المخترقين والقراصنة؟ الشعب الأمريكي يجب أن يتأكد أننا نتعامل مع الموقف بشكل جدي، والرئيس تحدث عن هذا. وزارة الدفاع أيضا على قدم وساق من أجل مراجعة كل تطبيقات أو التبعات على الأمن القومي، ووزارة العدل أيضا تقود العملية الاستخباراتية وعملية التحقيق. إذن نحن جادون للغاية بشأن ما حدث، ولا عذر، لا عذر لمثل هذه التسريبات أبدا. لا يجب أن تصل هذه الوثائق والمستندات إلى أيدي العامة، يجب أن تكون محمية 100%. ولذلك نحن الآن في خضم عملية التحقيق لنعرف مدى الضرر، وسوف نتعامل معه تبعا.
هل هناك خطط لرئيس بايدن ليتحدث للرئيس زيلينسكي خلال الأسبوع القادم، أو أن تكون هناك ضمانات مثلا بشأن هذه المعلومات؟ المسؤولون الأمريكيون تحدثوا مع الحلفاء والشركاء على أرفع المستويات خلال الأيام الماضية. ماذا عن بعض التعديل للمعلومات، ما نسميه بدكترة المعلومات؟ ما هو رأيك بشأن ذلك؟ أن هناك طرف تدخل وقام بتعديل المعلومات، ما رأيك في ذلك؟ يبدو أن هناك بعض الوثائق التي تم تعديلها بالفعل بعدما نشرت على منصات الإلكترونية، وبمقارنتها بالمصادر الأصيلة لهذه المستندات تجدون اختلافات، ولكن لا نعرف إلى أي مدى تم ذلك وكيف تم ذلك. نحاول أن نغوص في تفاصيل كل هذه الأمور ونصل إلى عمقها. بالعودة إلى مصب سؤالك، نحن الآن نحث جميع الصحفيين طبعا على توخي شد الحذر عند نشر أي معلومة بشأن ما حدث. سؤال عن الصين، قلت أن هناك ردة فعل لا حاجة لها ومبالغة في ردة الفعل، كم واثق أنت من عدم وجود ردات فعل إضافية تؤدي إلى مواجهات إن كانت هذه الاستجابة مبالغ بها؟ طبعا نحن لا نسعى وراء حدوث أي مواجهة ولا أي نزاع، الوضع الراهن يبقى كما هو عليه ولم يتغير أي شيء من جانبنا ولا من جانب سياساتنا ولا من جانب رئيسة تايوان وزيارتها العابرة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن سؤالك يجب أن تطرحه على بكين بشأن ما سيأتي. نريد أن نخفف من التوتر، نحن في الولايات المتحدة على الأقل نحن نسعى وراء تخفيف التوتر والتواصل مع الطرف الصيني والعمل سويا على إتمام زيارة الرئيس بلينكن من أجل أن نستعيد قنوات التواصل بيننا وبينهم بعد زيارة بيلوسكي. وطبعا هذا ما كان يحاول وزير بلينكن القيام به، نحاول إتمام هذه الزيارة.